أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الحكمة في التفريق بين الهبة والصدقة؟ ما الحكمة؟ نعم، في التفريق بين الهبة والصدقة. ما له وجه السؤال هذا، لو قالوا وش الداعي لبيان الفرق بين الهبة والصدقة، نقول الداعي لهذا أن الصدقة هي التبرع للمحتاج وطلب للأجر، أما الهبة فقد يعطيها غير محتاج وقد لا يقصد بها الأجر، وإنما يقصد بها جلب رضا صاحبه أو محبته أو ما أشبه ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.